ولحظات مشاهدينا متابعينا، وانطلقت الآن الجهات في شوطها السادس على كأس جامعة الملك عبد العزيز. هذا الشوط الذي تجتمع فيه جهاد وأفراس الانتهاد السعودي عمره 3 سنوات، وفي هذا الشوط على مسافة 2000 متر قيمة الجائزة. كما تشاهدون الآن تقدم قوي في هذه اللحظات لفرز في المركز الأول، ومتابعة من نياز في المركز الثاني، وأيضا محاولات متواجد في المركز الثالث من الداخل، بالإضافة إلى محاولات مجهود في المركز الرابع، وأيضا عشان عبد المجيد في المركز الخامس، صدى في المركز السادس من الداخل، وأيضا هناك محاولات من بقية الجياد. الصدارة لفرز في المركز الأول متقدم، محاولات نياز الآن للتقدم الآن في المركز الثاني، بالإضافة إلى محاولات متواجد في المركز الثالث، وأيضا تقدم عشان عبد المجيد للمركز الرابع، وأيضا شبل نهلة للمركز الخامس، ومجهود في المركز السادس. السابع لينصرك الله الذي يتقدم للسادس، والصدارة لفرز في المركز الأول، نياز في المركز الثاني، ومحاولات شبل نهلة وأيضا عشان عبد المجيد من في هذه اللحظات مع أخذ الجياد للمنعطف الأخير لها في هذا الشوط، ومحاولات تصدر نياز الآن. نياز يتقدم الآن للمركز الأول في محاولة الابتعاد بصدارة هذا الشوط مع آخر الأمتار، كما تشاهدون آخر 200 متر، ونياز ما شاء الله متصدر مع جاري رندون. محاولات قوية من شبل نهلة في هذه الأثناء، نياز في المركز الأول، شبل نهلة المركز الثاني، والدخول القوي كما تلاحظون، وصل الوصول إلى خط النهاية. ألف مبروك.